عفيف الجعيدي المواطن والقاضي المحترم. شو كتب عفيف الجعيدي؟ عفيف الجعيدي قال: حدثني صديق من القضاة المعفيين والدمع يكاد ينهمر من عينيه، فقال: يا توانسة يا ظلمة، ياك جماعة نتاع يا قيس سير سير رانا وراك في البندير، ويا قيس اعمل لهم، ويا قيس قولوا القيس يبني لكم حاجة، يعمل لكم ترعة، يبني لكم، علاش أنتم مجرمة ومخربين؟ قولوا القيس يعمل لكم، يوريكم حتى البلون تصويرة برك نتاع المدينة، مدينة الصحية بالقيروان. ها قيس يا معذبهم، قولوا يا قيس يا موكلهم، وين قيس موكلهم؟ وقيس مشبعهم، وقيس اللي عامل لهم الفيزا ومنحي لهم الذل مع فرنسا ومسهل لهم التأشيرة. قيس على الأقل اللي منجي أولادنا من البحر، كان يموت واحد على سبعة توا ولا يموت واحد على 18، كان يموت واحد على 18 توا ولا يموت واحد على سبعة، أرقام رسميا وصل. يقول: حدثني صديق من القضاة المعفين والدمع يكاد ينهمر من عينيه، فقال: كنت أيام كان الإرهاب يهدد تونس لا أخرج، يحكي على روحه، قال: ما نخرجش في المحكمة إلا وقد انتصف الليل لأعود لها من الغد ساعات الصباح، لا فرق في ذلك عندي بين الأيام. وفي مناسبة عيد، بمناسبة عيد زواجي، يقول القاضي هذا، ترجتني زوجتي أن أصطحبها لحفل يحييه الفنان زياد غارسة الذي نشترك في الاستمتاع بفنه، يعني الراجل ومرته. قال: كان شرطها أن أغلق هاتفي، الشرط متاعها هي أنه يسكر تليفون. قال: لا أرجع الأمن، لا أرجع الأمن على ملفاتي، لا أراجع الأمن، أنه ما يزموش يراجع، حسبي الله عليه. قال: ولا أتكلم في عملي، الشرط بتاعها أنه ما يتكلمش في الخدمة، وكانت هديتي لها في ذاك اليوم تعهدا بذلك، تعهد أنه مسكين مش يستعمل التليفون، وما هوش مش يراجع الأمن بالتليفون. أي نعم. قال: كان خروجا عما اعتدت، وكانت سهرة جميلة في بدايتها، لكن ما هي إلا نصف ساعة منها حتى تفطنت لشخصين ملامحهما غريبة غير غريبة عني، يوجهاني صوبي ضوءا كاشفا خافتا، ثم ضوء شافوا موجه لي، ويقول أحدهما لي هامسا: سيد الرئيس يلزم تروح. جاه واحد قال له: سيد الرئيس يلزم تروح توا، فما حاجة مش باهية. نظرت لزوجتي وشعرت بمدى غضبها واستغرابها قبل أن أنصحب وإياها من السهرة إلى الخارج، وكان السؤال: إيش فما لباس؟ لا باس، فما واحد مصنف تم ضبطه بصدد رزك يا سيد الرئيس، يرصد فيك وخايفين عليك، البحث جاري، لا تقلق، سنرافقك في حماية لمنزلك. تلك التعليمات. يقول صديقي، يقول الكاتب التدوير السي عفيف، قالوا: كان ذلك حالي يا سي عفيف، لسنوات كنت أحقق معها الإرهابيين وأبحث دون خوف من حماية بلد، من حماية، ودون خوف عن حماية بلدي من شرهم. اليوم أنا يا سيد الرئيس، قالوا: راني متهم بالإرهاب. لم تسقط دمعة واحدة من عينيه، وكان الدمع رغما عني ينهمر تفاعلا مع حكايته، نظر لي ضحك بشكل متوتر أو مصطنع لا أعلم، قبل أن يقول: قال تتعاطف مع إرهابي ويحك ويحك، هذه جريمة لا تغتفر. قالوا يا سي عفيف، زميله يحكي لزميله، قالوا: كيفاش تتعاطف مع إرهابي لا يغتفر. شكرا لكم، أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم، شكرا الكريمة ويعقوب في غرفة التحكم، وألقاكم غدا الساعة 8 بتوقيت تونس، إلى اللقاء.